هلا لازم نطلع هون، في عندي ابلكيشن على فروتس، بدي اصنف الفروتس لاورنجز او ابلز، وبدنا نعمله ب هلا. ممكن تلاقي انه طريقه تقليديه، ممكن في طرق تقليديه ممكن تزبط، بس بعرفش نجاح النيورال نتوركس مقابل الطرق التقليديه ايش. هلا هم ايش قرروا فيتشرز؟ في ثلاث فيتشرز اساسيه بتحدد الفروت، اللي هي شيب، هاي شايفين الشيب هون، والتكستشر. ايش يعني تكستشر؟ ملمس السطح، والوزن. فكانهم وجدوا انه في فيتشرز معينه. هلا مش معناها مرات بيجي تفاحه مثلا، يعني عاده البرتقاني اتقل من التفاحه فرضا، ممكن يجي لسبب معين تفاحه وزنها اتقل، بس برضه بيميزها انها تفاحه. يمكن الطرق التقليديه تتلخبط، اذا اشتغلت على الويت تقرر انه هاي تفاحه يا برتقان. فاحنا دمجنا الثري فيتشرز هذول، وراح ندرب النيورال نتورك على عدد كبير من. خلينا ناخذ هلا هذا المثال، مثلا لو جينا شغلناها له وحاطط هون كونفير بيلت، بس عشان هو بتصير يطلع اصوات الان. هاي اعطاني فروت، نزل فروت. السيستم هلا فحصه حتى يشوف الشكل والتكستشر والويت. وهدول طبعا لاحظوا التكستشر والويت والشيب ايش حاططهم هو، حتى يحددهم بنقطه، اعطاهم كانهم 3 دايمنشنز. فالتكستشر والويت والشيب حطهم من ماينس 1 ل 1 في الثلاث حالات. هلا انت بتعمل الكودينج زي ما بدك، بدك تعمله من ناقص 5 ل 5، بدك تحطه من 0 ل 1، ما بياثر. المهم انت عمالك بتعمل مابينج ما بين اللي بيطلع معك بالشيب لهذا السيستم لهذا الفروت، وايش بيطلع وايش الرقم اللي انت بتاخده. فانت بتقول انه احنا فحصنا هذا الفروت، وبعدين هو قرر في النهايه بناء عليه دخله على النيورال نتورك هذول الثري فيتشرز، وهو مدرب النيورال نتورك سابقا، فقرر انه هذا اورنج او هذا ابل. طبعا احنا بامكاننا ندربه لان احنا عارفين انه هي اورنج او ابل، بس لو احنا بدنا نعمل اوتوميشن لهذا السيستم بدنا اياه يعطيني ايرور ريت يكون بسيط، مش هيك؟ قليل التكستشر. ممكن مثلا احنا مثال حكينا عنه المره الماضيه، بتذكر كان في طلاب حكيت مثلا المصانع اللي بتعمل الخبز هذا تبع السندوتشات، الخبز تبع البرجر اللي مسمسم او مش مسمسم او هيك، في كرايتيريا معينه لازم يكون هذا اكسبت او ريجكت. يعني بيكون حاطط مثلا الماكدونالد او البرجر كينج بيكون حاطط بقول مثلا كميه السمسم لازم تكون مثلا ايفن، اللون مثلا ما لازم يكون غامق كثير معناها انه محروق ولا فاتح كثير مثلا، الشيب ما لازم يكون شكل عجيب بدل ما هي دائره مثلا انحرفت عن الدائره. هلا هذا يمكن يكون صعب تعمله بالطرق التقليديه لانك بتحط رولز، يمكن تلاقي الرولز ما تشتغل بشكل كويس. يمكن يكون نيورال نتورك افرجيه عدد كبير اقول له اكسبت ريجكت اكسبت ريجكت اكسبت. لاحظوا النيورال نتورك ما راح يقول لي ليش عمل له ريجكت او اكسبت. هاي نقطه مهمه مهمه جدا في النيورال نتوركس. زي انت لما بسالك بقول لك لو هذا الشخص مين هو شفته انت بعد 10 سنين، صعب تشرح لي ليش انت بتفكر انه هو نفس الشخص مع انه صورته اختلفت، رب لحية ومش عارف شو وغير اشياء وسمر شوي وخف شعره، بس رغم ذلك انت لما شفته عرفت انه نفس الشخص، هل تقدر تشرح لي ليش؟ مش سهل. نفس الشيء نيورال نتورك، نيورال نتورك لما يتخذ القرار ما بيقدر يقول لي ليش هذا، لكنه بقول لي الكلاسيفيكيشن تبعت هذا انها اورنج او ابل او شيء ثاني من هون. فهذا مثال ممتاز على الهاي، وهون بفرجيني هو شو هون النقطة هاي بتمثل الثلاث بارامترز اللي قرأهم، فأعطتني نقطة in space in three dimensional space. كل نقطة in three dimensional space إلها رقم للشيب ورقم للويت ورقم للتكستشر. الفيتشرز هاي مين حددها إنها هي مهمة؟ يمكن يكون في خبير، شخص خبير سألناه قلنا له إيش أحسن فيتشرز راح تميز بينهم؟ لاحظ البرتقاني والتفاحة في اختلاف كامل بالتكستشر. اللون يمكن يكون فيه كمان وضوح في اللون، وحتى الوزن وجدوا إنه الوزن مثلا طبيعة هذا التفاح مثلا الويت تبعه الرينج تبعه هلا بدخلوا التنين على بعض، يعني الويت على فكره رح تقول لي ممكن يكون تفاحه اتقل من برتقاله مثلا فرضا او العكس، رح تلاقي انه في لهم بروبستيك ديستريبيوشن مثلا مين اتقل المفروض يكون عاده احنا نتوقع. بتوقع انا التفاح، انا بعرفش يمكن انا اكون غلطان، بس بتوقع التفاح، لكن مش معناها انه اذا هي برتقاله ممكن يكون في برتقال في نسبه معينه في بروبابيلتي معينه انه التفاح يكون اتقل من البرتقال. هذا ايش هذا؟ بنسميه PDF probability density function distribution. معظم البرتقال وين مركز؟ ومعظم التفاح، لكن راح تلاقي بين فتره وفتره تفاحه تيجي هون في probability مش زيرو probability. اوكي يعني يمكن انا لازم هدول رسمتهم عند الزيرو هيك. اوكي ماشي واضح؟ هلا في حين الاكسبرت سيستم لما نيجي اذا ضل معنا وقت وغطينا الاكسبرت سيستم، اهم ميزه في الاكسبرت سيستم انه ايش؟ لما يعطيني الجواب بيشرح لي ليش. الطبيب لما بقول لك مثلا انا لا سمح الله شاكك عندك المرض الفلاني، مش بقول لك ليش، مش بشرح لك ليش، المفروض يشرح لك ليش. بيجي بقول لك مثلا انا عملت الفحص هذا والفحص كذا كذا ووجدت انه النتيجه هيك، فانا احتمال كبير مثلا بتوقع انه هذا النيورال نتورك. لا ما بعطي، ولذلك في كثير من الصناعات بيرفضوا يستعملوا النيورال نتورك. صعب انه نعدل عليها نعرف ليش. ما انت ما فاهم ليش اعطاك الجواب،
وهذا سيء. فلذلك في كثير من الابلكيشنز ما برضاش استعمل نيورال نتورك، بقول لي انا بدي اس في ام او بدي اكسبرت سيستم او شيء زي هيك. اوكي ماشي، هاي نقطه مهمه جدا.